عمرو زملكاوي. بس انا في حاجه بتجنني اقول لك ايه هي. الجون بتاع ايمن منصور في ماتش السوبر في جوهانسبرج 94، الكاميرا جت على عمرو اديب. كان واقف في المدرج وما كانش فرحان. ده ليه؟ مش عارف والله. لو جبت اللقطه دي، انا اللقطه دي مجنناني. هو ما كانش يعرف ان الكاميرا عليه. واجهته، ما كانش بيحتفل، واجهته بالموضوع. مش عارف، انا خايف يطلع ويكون بعد كل ده يطلع اهلاوي. احلف. مش عارف. وكمين ده يبقى ايه ده؟ خلي بالك، ده هو ده يعملها، لان هو ايه، الزمالك بالنسبه له ماده حلوه قوي بيلعب بيها في الميديا. وابا لا يا راجل، يعمل اي حاجه لا عشان ينجح برنامجه، يعمل اي حاجه. طب راجعوا يا جماعه اللقطه بتاعت، شفتي؟ متاكد ان شفتها اهلاوي ولا زمالك؟